صاحب بسطية. هو احنا ثلاث اخوة همينا. قاعدين يعني من يوم الشيدونا ولليوم. لا اجى واحد قال لك وين طانا بديل. لا كرشي. هسه احنا الناشد الامين. الامين نريد نشوفه. الناشد استاذ عمار. نريد نشوفه. خليه يشوف لنا حل. خليه يشوف الحل. هاي الناس الكبارية. العدة مريض. العدة قاعد بالاجار. وين يروحون هاي العالم؟ قل له وين يروحون؟ احنا نريد استاذ عمار نشوفه. ما شفتوه؟ لا شفناه ولا رهايه. نريد من ناشده من نار نريد نروح نشوفه. يا عمار استاذ عمار امين بغداد. امين بغداد هو هذا يسوي لنا حل. بقت يم الله ويمه. نريد نروح عند بابه. محافظ بغداد قصدك؟ ايه محافظ بغداد. محافظ بغداد عمار استاذ عمار القيسي مو؟ ايه امين بغداد. امين بغداد. هو امين بغداد. هو غير استاذ عمار. ايه استاذ عمار القيسي رئيس مجلس استاذ عمار ابو البلديه رئيس مجلس محافظه استاذ عمار القيسي ابي امين بغداد. احنا نريد نروح ايه امين بغداد المحترم نريد نشوفه من قناتكم الشريفه. نريد نشوف الواجهة يشوف هاي العالم. يعني بس راح وقف يعني والله غرقنا بالدنيا. ترى فرد نوب العالم طاحت طاحت. احنا مقرات برد مسارين عربانة يطونا بس عربانة كلها عليهم بالليل. نعزين نروح نطبب العرباني. يعطونا مثلا. اذا تريدون اذا تريدون وقت الوقت ايش قد ايش قد يعني تريدون؟ من اليوم العشرة الصبح والعشرة. من العشرة الصبح للعشرة بالليل. 12 الظهر اي 12 هم يخلون وقت هم يعني اذا خلوا الوقت ما تناقشون ابد 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 الساعات ها هي ها هي نعمه نعمه نريد نطلع بس هاي العالم تطلع فلوس العلاقه وتروح نعمه. خلي يحددون لنا وقت ايش وقت نفتح وايش وقت نعزل. خلي يخلونا ويعطونا متر ايش وقت يعطونا وقت يجي على الوقت نفتح بيه وش وقت يعطونا الوقت نعزل بيه نعزل بيه. استاذنا العزيز تمام تمام اعرف اعرف حبيبي اعرف اعرف اعرف. تعال السلام عليكم. تعال اخوي تعال انت عندك بسطيه لو شنو؟ ليش من شنو تستحي؟ من شنو خايف؟ تعال على ودي هاي اذا انتم خايفين هاي براحتكم بعد انتم ما حد خايف لان العالم ملت ملت عالم يا تحكي ويا ملت هاي العالم يقول لك انا احكيت ايه تقول لي العالم ملت هسه العالم ملت واقفه وراي اي والله واقفين وراي زين ما يجي يحكي هاشم يفيد خلاص عوف الموضوع ارجع للبيت واقعد بسط اقعد بالبيت بسط اذا انت اي واحد بيكم يقول لك الحكم يفيد انت اذا ما تكاتفتوا وما رحتوا ما سويتوا شيء ما يصير لكم شيء ما يصير لكم شيء زين طبعا مشاهدينا الكرام اللي قاعد يصير كالتالي هاي المناشدات وهاي الوقفه الاحتجاجية من أصحاب البسطيات والقوت اليومي مناشدة إلى أمين بغداد والبلدية والأمانة ولا دولة رئيس الوزراء المحترم يطالبون أنه يرجع ويقول لك يتعهدوا لك أنه متر من الرصيف وهم يحددون الوقت راضين بالوقت اللي تخلوه أنتو هم قالوا من العشرة الصبح إلى العشرة بالليل لكن هسه يقول لك عمي خلي خلوهم هم الوقت واحنا راضين بالوقت اللي يخلوه زين ومكان نظيف يا ام اذا اجيتوا ولقيتوا انقاض او وصاخه او ريحه هذاك الوقت لكم القرار باخلاهم